تربية المعز القزم هواية لفتت أنظار واهتمام مجموعة من الشباب في الكويت والذين حرصوا على تطوير وعطاء المعز مميزات لافتة. فريق الراي قابل هؤلاء الشباب وأعد التقرير التالي. تربية الماعز القزم هواية تجذب فئة الشباب في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، وخاصة بسبب أشكالها المحببة للقلوب وتكلفتها البسيطة. وليس هذا فقط، بل عمدت مجموعة شبابية على مدار سنوات إلى تطوير هذا النوع. اللي حببني بالهواية هذه، طبعا أنا من المربين جدا قدامى في الهواية هذه من التسعينات تقريبا. اللي حببني فيها أشكالهم، حجمهم الصغير، أنت شايفة، نحط لهم لعب الأشكال هذه يتناقزون عليها، ألوانهم يشدك. اشتغلنا إحنا طبعاً، هذا الشغل اللي تشوفينه، هذه الألوان هي ما تيجي كذي بالستاندر هذا، هي تي كانت رفيعة شوية، ألوانها غامجة. العمر هذا اللي اشتغلنا فيه، السنين هذه كنا نشتغل على نفس ما تشوفين الألوان هذه، القصر نحاول نقصر فيها وتزاوجها. إحنا هذه إحنا تراكيب إحنا سويناها. هؤلاء الشباب يمضون أوقاتا كثيرة في الاهتمام بالماعز القزم، ورسالة إلى أولياء الأمور بضرورة إبعاد الأطفال عن التكنولوجيا والالتفات إلى تربية الحيوانات الأليفة ومنها الماعز القزم. مكاننا هذا صار نفس المتنفس عندنا، يعني شبه يومي هني مع هالمعزة، ومداريهم طبعا بأمور يعني كثيرة واهتمامهم كثير من تشايف، مثل ما انت شايفة البيوت، الألعاب، الأدوية، العلاجات، فكلها يعني أخذت اهتمامي. دخلت أول بال 2010 كان عندي مجموعة صغيرة، وبعدين السنة اللي طافت لا دشينا مجاميع وقمنا نركز على الألوان، مثل ما أنت تشوفين الفواتح قمنا نركز عليهم وقمنا نشتري مجاميع، والشباب ما شاء الله قاموا يدشون أيضا معانا في هذه الهواية مجاميع كبيرة. أدعو الأهالي الاهتمام بال تعزيز الهواية في الأطفال، خاصة مثلا الحيوانات أو شيء أحساس يبتعد عن المشاكل أو الأمور، مثلا التكنولوجيا لها أضرار على العين وعلى شيء، فأتوقع أن توجهون حق الهواية واهتمام بالماعز هذا، خاصة الماعز يكون شكله صغير وأليف، في ألفة بينه وبين الشخص والمربي، فلها جاذبية يعني يمكن الأطفال تتأثر فيها. ولكن ما هي مميزات وعيوب الماعز القزم؟ وهل هؤلاء الشباب قادرون على تصديرها لخارج الكويت؟ تربيتها جدا سهلة، وتحتاج رعاية بسيطة، ومن عيوبها يعني عيبها شيء واحد، ان احنا مو قادرين نصدرها للخليج، لان عندنا شوي قانون الكويت مانع تصدير الخليج. يعني احنا بنحاول نوري الخليج ان انتاجات الكويت وانها تطلع برا الكويت. جدا مرحة للاطفال، وفي السنوات الاخيره اكثر العوائل قام يتصلون فينا عشان ياخذون الاعمار الصغيره حق ابنائهم، وما هي مزعجه للاطفال ولا هي ناقله امراض للاطفال. علاقه وثيقه تربط هؤلاء الشباب مع الماعز القزم الذي تم تطويره على أيدي المربين الكويتيين. ابتسام رمال، الراي.